عودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث وجه سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة جاء ذلك خلال اجتماع للسيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي اجتماع اخر بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الاعمال العام وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصله جهود تطوير شركات قطاع الاعمال العام للمساهمه بفعليه لصالح الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعه الوطنيه وعمليات التنميه المستدامه على مستوى الجمهوريه اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه المشروعات القوميه الخاصه بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في إطار خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلاً عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الاطار بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الاساسيه باعتباره احد ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدوله فضلا عن دوره الهام في توفير افضل الخدمات للمواطنين كما وجه السيد الرئيس بتعزيز الاستثمار في الكوادر البشريه وتوفير برامج التدريب والتاهيل وبناء القدرات اللازمه لاستخدام افضل وسائل التكنولوجيا الحديثه وتقديم مختلف الخدمات الكترونيا بما يتناسب مع المتطلبات الحديثه لسوق العمل وذكر المتحدث الرسمي ان الدكتور عمرو طلعت عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز محور بناء الانسان المصري والتي شملت سير العمليه الدراسيه في جامعه مصر المعلوماتيه والمنح التي يتم تقديمها في هذا الاطار لاوائل الثانويه العامه للالتحاق بها فضلا عن مشروع انشاء مدينه المعرفه بالعاصمه الاداريه الجديده وفي اطار جهود الحكومه للتحول الرقمي عرض السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورات تنفيذ مبادره مصر الرقميه التي تهدف لدعم الاداء الحكومي من خلال توفير احدث الخدمات الرقميه للمواطنين على مستوى الجمهوريه بالاضافه الى ما يتعلق باعداد منظومه الامتحانات الرقميه وميكنه المستشفيات الجامعيه، فضلا عن استعراض الموقف التنفيذي للبنيه الرقميه والخدمات المعلوماتيه بمختلف محاورها في العاصمه الاداريه الجديده، وفيما يتعلق بجهود تعظيم قدرات الدوله ودفع جهود التنميه. استعرض السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروعي انتاج كل من الحاسبات اللوحيه والكابلات الالياف الضوئيه، الى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد وتزويدها بالخدمات البنكيه والشهر العقاري. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام. الاجتماع تناول متابعه جهود تطوير شركات قطاع الاعمال العام حيث عرض السيد هشام توفيق مستجدات تطوير شركات قطاع الاعمال العام خاصه ما يتعلق باللوائح والنظم الاداريه والهيكليه والموارد البشريه والتي تهدف الى حسن اداره اصول قطاع الاعمال العام وميكنه اجراءات العمل وتاهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزه وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصله جهود تطوير شركات قطاع الاعمال العام وذلك للمساهمه بفعاليه لصالح الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعه الوطنيه وعمليه التنميه المستدامه على مستوى الجمهوريه كما عرض وزير قطاع الاعمال العام الموقف التنفيذي لاستراتيجيه الدوله لتعظيم استخدام سيارات الركوب الكهربائيه على مستوى الجمهوريه وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكوميه لاتخاذ الاجراءات اللازمه لتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات الركوب الكهربائيه مع الاخذ في الاعتبار مردودها الايجابي الهام على الدوله والمواطنين اقتصاديا وبيئيا وصحيا على ان يتم العمل في هذا الاطار بالشراكه مع القطاع الخاص على نشر البنيه الاساسيه لمحطات الشحن على اوسع نطاق على مستوى الجمهوريه فضلا عن تخصيص حافز اخضر لمالكي السيارات الكهربائيه